من مكة المكرمة، من مهبط الوحي، أنزل الله كتابه للعالمين، وصدحت به حناجر القراء، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قراء الأمصار. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قراء الأمصار.